السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، أتمنى الجميع يكون بخير وصحة وسلامة. اليوم راح نبدأ في محاضرة عنوانها الـ Planning Phase، اللي هي أحد أجزاء الـ SDRC، دورة تطوير حياة الـ Information System أو النظام. الـ Planning Phase هذه هي مرحلة التخطيط، طبعاً تكون مهمة جداً لبناء أو تطوير أنظمة المعلومات أو أي نظام. فراح أحاول إن شاء الله أبسط لكم إياها. الموضوع يحتاج له يعني شوية فهم، لأنه بدنا نتحدث عن خطوات قد تكون يعني في البداية غير ملموسة إلا تطبق في وقت لاحق، وهي إن شاء الله تكون راح تكون العفو جزء من العملي. فالـ Planning Phase هذا التعريف اللي تشوفوه أمامكم، اللي هي راح يكون عادة هذه المرحلة الفيز نقصد بها تبدأ. طبعا إذا كان على إطار نتحدث عن إطار التجارة والشركات، راح تكون تبدأ بـ Formal Request، بطلب رسمي إلى قسم الـ IT Department، وطبعاً هذا راح نسميه هو System Request، يعني طلب. راح نوصف بالمشكلة، Describes هاي الـ Problem. إحنا مطلوب إنه هو يا إما نسوي Change في الـ Information System، أو ممكن يكون على عملية تجارية معينة، على Business Processes. في يعني الكثير من الشركات الـ IT systems هو planning حيكون هو فد عملية يعني تكميلية أو جزء تكميلي لكل البزنس. راح يكون عندنا المانجرز واليوزرز، هم طبعا راح يكونون عادة مسؤولين على البزنس والخطط اللي الموضوعه يكون بشكل مشترك، وطبعا ايضا ممكن يكون هذا باستشارة قسم الاي تي لكل يكون لجنريت السيستم ريكويست. السيستم ريكويست هو ممكن يكون من التوب مانجر، اللي هو يكون يعني المدير بالشركة، أو حتى إذا نعتبر إحنا في مشاريع أنه ممكن يأتي من الأستاذ، يكون لك system request حتى أنت إما تبني project أو small project، أو ممكن تطور في the project معين. أيضا ممكن يكون من الـ planning team، اللي هو فريق التخطيط أو قسم التخطيط، أو يعني من ممكن يكون من الـ IT department نفسه. ممكن الريكوست هنا ممكن يكون يعني significant أو ممكن يكون minor، ممكن يكون في الطلب بسيط لتغيير فيتشر معينة بالسيستم، أو ممكن يكون يطلب السيستم في التغيير كبير. هنا هذا نفس الكلام اللي هو الميجر ريكوست، طبعا نتحدث عن طلب ممكن هذا راح يكون يتطلب replacement لكل السيستم. وطبعاً أيضاً قلنا هذا الماينر ريكويست ممكن يكون على تغيير فيتشر معينة، هاي حتى ممكن تشوفوها عندنا بالنظام الويندوز، بأي نظام أنت تشوفه، بأي سيستم عامل بعض الأحيان يسوون تغيير لكل السيستم، أو تشوف أنت فد إصدار جديد، أو ممكن تشوف على السيستم يصير تغيير فيتشر معينة. وهذه طبعاً هي كلها تكون إجراءات راح تمر بعملية التخطيط، وبعدها عملية التحليل الخطوات اللي أخذناها اللي هي الـ SDLC. فطبعاً أكيد يحتاج تشوفون المحاضرة السابقة تطلعون عليها، حتى يكون طبعاً لينك وربط بين المحاضرات. الغرض طبعاً من هذه الفيز، المرحلة اللي هي مرحلة البلانينج، حتى احنا نسوي تحقيق تمهيدي
اللي هو هذا preliminary investigation، حتى نعرف طبيعة ال nature أو scope of the للتجارة أو المشكلة اللي عندنا اللي موجودة اللي الطلب إحنا نعالجها. قلنا ممكن تكون إما system the whole system أو يكون جزء من السيستم بتطوير feature معين. وهذه طبعا الخطوة هي تكون critical، يعني ممكن تكون حرجة أو صعبة، لأنه ممكن كل السيستم يعتمد عليها. أحد الأجزاء المفتاحية اللي هي key part بعملية الـ preliminary investigation اللي هي دراسة الجدوى الـ feasibility study، اللي هي راح نتوقع إحنا من عندها ونتنبأ بالكلف الكوست بالبنفيت الفوائد. أيضا إحنا نسوي طبعا بعض التوصيات على العمليات الأوبريشنال المطلوب عندنا، العمليات الأوبريشن أو على التكنيكال إيشيوز المسائل التقنية أو على الاقتصادية، أو ممكن أيضا يكون عامل الوقت. في هذه المرحلة طبعا هنا الطالب يتعلم هو how IT project، كيف راح نبدأ هنا مشروعنا، وكيف راح نسوي analysis و evaluation ل proposed ل project مقترح. أيضا إذا هذه العملية أكيد عملية البلانينج تستمر وتنجح، راح تكون بعدها الخطوة اللي هي خطوة التحليل، اللي هي خطوة بعد الخطوة البلانينج. فيكون عندنا أيضا من ضمن هذه العملية اللي عندنا النقاط الرئيسية اللي هي evaluation of system request، كيف نقيم هذا الطلب. الطلب طبعا أكيد السيستم ريكويست راح تكون المفروض أكو لجنة نسميها System Review Committee، أو نسميها مثلا Steering Committee، اللي هي طبعا هذه تكون مجموعة من المدراء المانجرز واليوزرز المستخدمين اللي يعملون على تطوير السيستم بروجكت أو السيستم ريكويست. أكثر الشركات يعني most large companies تستعمل System Review Committee حتى تسوي تقييم evaluate system request، وقسم من عندها من الشركات الصغيرة smaller companies تعتمد على الأشخاص لتقييم system request. والغرض هو طبعا أكيد راح يكون الجول هو تسوي تقويم لهذا الريكوست والمشاريع المتعلقة به. البلانينج اللي هو هذا اللي نشوفه، البلانينج البريمينري انفستيجيشن طبعا يمر بعدة خطوات، يحتاج نفهم اندرستاند ذا بروبلم اللي موجودة، نعرف مجال البروجكت ومحدداته، ممكن ايضا نبحث عن الفاكت فايندينج، هنا انفورميشن جاذرينج، يعني اذا ردت اسوي مثلا لنفرض فت قاعدة بيانات بسيطة حول قسم الحاسبات، كيف راح أجمع المعلومات، بأي أشخاص ألتقي، أقابل أشخاص معينين يتحدثوا لي عن الـ work flow of the data، شلون هذه الانسيابية المعلومات، كيف يتم مثلا نظام الامتحانات وهكذا. عندنا بالنسبة لـ evaluate feasibility، هنا طبعا تقييم الجدوى من المشروع، شنو الغرض من عنده، إذا بدنا نتحدث في مجال البزنس شو راح نستفيد من عنده، وإذا راح ناخذ تعريف الجدوى بالنقطة القادمة. طبعا استميت هنا عندنا نسوي نخمن التايم ونقيم نقيم العفو الكلف الكوست، وأيضا نقوم إحنا ببعض التوصيات إلى الإدارة اللي هي recommendations إلى المانجمنت. فعندنا الأنواع الفيزيبيليتي اللي هي قلنا الجدوى الاقتصادية أو دراسة الجدوى. فراح تكون دراسة الجدوى عندنا الجدوى التشغيلية اللي هي operational feasibility،
وهذه طبعا تكون يعني نكون من عندها نشيك أو نعني بها الـ proposed system، اللي هو كيف راح يكون فعال من الناحية التشغيلية بعد ما احنا after it has been developed، بعد ما نطوره. الـ technical feasibility اللي هي الجدوى التقنية، طبعا هنا أنا أيضا نعرف الـ technical resources اللي هي المصادر التقنية للتطوير السيستم، ايش راح نشتري البيرتشيس، ايش راح نشتري مثلا اذا انا عندي فيت سيستم ويتطلب ممكن اشتري الى هاردوير معين، ممكن اشتري الى طابعه، ايش احتاج اسوي انستول، اي برامج احتاجها، هاي كلها بالجدوى، هاي التايبس اوف فيزيبيليتي. اي اوبريتنج سيستم راح يشتغل عليه، ويندوز، لينكس، وهكذا. الجدوى الاقتصادية أكيد هذه لها علاقة بالبنفيتس والأوتكم والمنافع، لها علاقة بالتوتال كوست أونرشيب اللي هو التي سي أو، الكلفة العامة، وبالإضافة إلى عندنا النقطة الأخيرة اللي هي الجدوى المجدولة، جدول مشروعنا، شو وقت راح ننفذه، شو وقت نبدأ به، بأي شهر نبدأ به، شو وقت راح يصير به ديزاين، شو وقت راح يصير في implementation، شو وقت راح ننفذه، كلها راح تكون عندنا هذه نسميها الجدوى المجدولة. لهنا أشكر حسن استماعكم، وإن شاء الله نلتقيكم بالمحاضرة القادمة في الـ analysis phase.